أصبحت تركيا وسط دوامة من المشكلات والتعقيدات بعد الأحداث المتسارعة في طرابلس من انقسام وتصارع داخل حكومة الصخيرات. تقرير لصحيفة الجارديان يسلط الضوء على هذا الواقع المزري، واعتبر أن الصراع الذي نشأ بعد مظاهرات الشارع يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل جهود بناء السلام الهشة، بعد أن قال السراج أن وزير داخليته تصرف بشكل غير قانوني مع المتظاهرين. التقرير البريطاني أوضح أن تلك التطورات المفاجئة تجعل من ليبيا في وضع يبدو بعيدا عن الخطط التي تدعمها الأمم المتحدة. وكان بشآغا قد أعلن عن مثوله للتحقيق الذي سيجريه السراج شريطة أن تبث الجلسة عبر القنوات، ليعود بعد زيارة أنقرة التي التقى فيها حلفائه الأتراك وأخذ منهم الضوء الأخضر في الثبات والمضي في مشروعه المدعوم تركيا بما يضمن تحقيق مصالح أنقرة، وليستعرض قوته عبر أنصاره الميليشياويين الذين استقبلوه في أرتال مدججة بالسلاح. وفي المقابل حاول السراج تعزيز سلطته عبر تعيين وزير جديد للدفاع ورئيس جديد لأركان الدفاع. وأضافت الجارديان أن السراج ينظر الآن بوضوح إلى بشآغا على أنه تهديد لسلطته، ويمكنه إما إقالته بشكل دائم أو كما تريد تركيا والولايات المتحدة إعادته واستئناف التعاون المضطرب. ويشكل الاقتتال الداخلي ضربة لتركيا التي تدعم حكومة الصخيرات مقابل امتيازات ليبية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ومشاريع استثمارية، ولهذا لم يكن مستغربا تدخل تركيا السريع في الأزمة، ولربما بعد افتضاح خططها لإسقاط السراج ومنح السلطة لحليفها بشآغا. وبحسب الصحيفة فإن ما يشغل أنقرة هو مصالحها العسكرية والأمنية والبترولية، ولربما تعدى طموح تركيا إلى أكثر من ذلك. الحصار والدوامة التي تمر بها تركيا أصبح مضاعفا بعد أن أكد حراك أغسطس أنه لن يقبل بالتدخلات التركية ومساندتها للقمع والقتل عبر ميليشياتها ومرتزقتها، وأنه لن يسمح لأنصار بشآغا الميليشياويين بالخروج بملابسهم المدنية لاختطاف الحراك من طرابلس في اتجاه اسطنبول. مبكر العقيلي، ليبيا الحدث.